عمل متواصل وجهود مستمرة في سبيل إنجاح العرس الديمقراطي والانتخابات المقبلة لمجلس الأمة 2022. إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية تقوم على تجهيز كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة بعد أن تم صدور مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2022. بعد صدور المرسوم 147 لسنة 2022 سوف تقوم إدارة الانتخابات مباشرة أعمالها من بعد اليوم التالي من نشر هذا المرسوم في جريدة الكويت اليوم. راح يكون خلال 10 أيام متتالية تبدأ من تاريخ 29/8 حتى 7/9 خلال الدوام الرسمي، ويكون هذه 10 أيام متتالية مع الجمع والعطل. إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية عملت على وضع خطة عمل وآلية منظمة لكل الترتيبات المتعلقة منذ بدء استقبال طلبات الترشح وحتى يوم الاقتراع. حسب ما جاء في مادة 82 من دستور الكويت، الشروط الواجب توافرها للمرشح أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفق القانون، أن تتوافر فيه شروط الناخب وفق قانون الانتخاب، ألا يغل سن يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، أن يجيد القراءة اللغة وكتابتها. بالنسبة للمستندات المطلوبة هي شهادة الجنسية الأصلية، كذلك عدد 2 صورة شخصية، ومبلغ تأمين 50 دينار. بالنسبة للمواعيد الدوام الرسمي راح يكون استقبال طلبات الترشيح إن شاء الله يوم غد من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا. تم تحديد عدد 5 مخافر لكل دائرة، مخفر الدعية للدائرة الأولى، كذلك مخفر الشامية للدائرة الثانية، وكيفان للدائرة الثالثة، والعميرية للدائرة الرابعة، كذلك الخامسة مخفر الأداء. ويذكر أن القيود الانتخابية للمواطنين والمواطنات الذين يحق لهم تولي الحقوق الانتخابية قد تم تحصينها ونشرها في جريدة الكويت اليوم الرسمية. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.